سلام حبات الغالية تاعي كبير، واش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اللي تشوف الفيديو نتاعي لاول مره ما تنساش دير لايك من تحت الفيديو، اشترك في القناه باش تنضم للعائله نتاعنا، وفعل الجرس باش يوصلك انت الاولى باذن الله. نبداو كلامنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد واصحابه اجمعين. انا حبيتي قبل ما نروح معكم نطول المطبخ، انا هذا وين رجعت من العمل، اول حاجه درتها اني بدلت الملابس تاعي، صبحت وصليت صلاتي، وعندي دواء تاعي لازم نشربه، ما شربتوش في وقت الغداء، وكذلك راسي راه يوجف فيا، انا لازم نشرب قهوه باش تقعد لي راسي. هنا يعني اول حاجه راح نديرها راح نشرب قهوه نقعد بها راس تاعي، نشرب الدواء تاعي ونروحو للمطبخ نديرو قراطه تاع سلق وعدس، ونديرو لي همبرغر، وكذلك عندي عصير جبته من المجمد، مركز تاع عصير البرتقال والجزر جبته من المجمد باش ندير بها عصير، ونديرو مع ماسك. وكذلك نوريكم طريقه طي الملابس، الناس اللي تابعني في الانستغرام راهي تعرف الطريقه، وتبعثوا لي في الخاص قالوا لي عاودي ديريها هنا يعني راح نعاود نشاركها معكم. نخليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. انا شرب القهوه نتاعي وشرب الدواء تاعي، نتلاقاو في المطبخ. الحاجه الاولى اللي راح نشاركها معكم هي راح ندير الكراتا تاع السلق، هي اللي راح نشاركها معكم، لقطات كذلك اذا امكن من الهامبرغر والعدس، ونديروا العصير ونرجع نديروا الماسك مع بعض وطريقه طي الملابس. خليكم معايا نشوفوا هنا المكونات تاع الكراتا تاعنا واش نحتاجوا فيها. انا هنا عندي ربطه تاع سلق كنت غسلتها وقطعتها وحطيتها في التركي كما راكم تلاحظوا. هنا عندي نص حبه تاع بصل كبيره، اذا كنت حبه تاع بصل تاعكم صغيره تنجموا ديروا حبه كامل. كذلك قشرتها وقطعتها وهاي ليكم كما راكم تلاحظوا. نحتاج حبه تاع بطاطا تكون حجم كبير، قشرتها وقطعتها مكعبات. نحتاج دجاج قطعته مكعبات وتبلته، درت فيه موطارد وشويه تاع ملح وشويه تاع كركم وشويه توابل تاع الدجاج وحطيته يتبل. هذو هما المكونات. اول حاجه دوك نديرها نحط انا السلق تاعي نديرو يفور، وندير مقلاه ندير فيها شويه تاع زيت، وندير البصل تاعي يتقلى ونكملو مع بعض. هنا جبت المقله تاعي درت فيها شويه تاع زيت، هو سخون برك، وانا نحط البصل تاعي دوك نخليه يذبل مليح، وفي هذه الاثناء درت السلق تاعي يفور، ونروحو نقليو البطاطا ونكملو مع بعض. هنا البطاطا راني درتها تقلى، هنا البصل والذبل دوك نضيف عليه الدجاج. بعد ما درت الدجاج مع البصل خليتهم يتقلاو جيدا، هنا راح نضيف حق فنجان تاع ماء ونغطيه ونخليه يطيب، ودرت شويه تاع ثوم. هنا راح نضيف صوص صوجا، وهذه اختياريه. هنا انا قليت البطاطا تاعي والسلق تاعي كان فار، وهنا عندي صوص صوجا راح نضيفها للبصل والدجاج، وبعدها نضيف البطاطا والسلق تاعي. بعد ما ضفت صوص صوجا كما قلت لكم تقدروا تستغناو عليها اللي ما عندهاش، بصح هي تعطيكم قوه رائع في الكراتا تاعكم. بعدها ضفت البطاطا والسلق نخلط كل شيء مع بعض ونرجع لكم. بعد ما طفيت على الخليط تاعي نخليه يبرد شويه، هنا جيت نحضر الخليط راح نديرو من فوق. انا نحتاج بيض، نحتاج حليب، ورشه من الملح، ورشه من الفلفل الاسود. هنا الملح نتابعو ذوقو قبل على الخليط تاعكم، اذا كان ملح صغناو على الملح يعاود يجيكم ملح بزاف. انا نخلط البيض، البيض ديروا على حساب كميه تاع الخليط نتاعكم. انا فرغت الخليط تاعي في البلا، دوك نفرغ عليه البيض والحليب اللي درت لهم رشه تاع ملح وفلفل اسود. هنا تحبوا ضيفوا الجبن ضيفوا، كان متوفر عندها ضيفوا. انا حتى بعد باش نضيف الجبن تاع الشرائح، ما تقيدوش بيه، اللي كان متوفر عندكم ديروه. انا ندخل البلاط تاعي للفرن من بعدك نكملوا معاه باش نديروا الجبن. بعد ما درت الكراتا تاعي درتها في الفرن، العدس تاعي راه يطيب. هنا راح نديروا العصير، انا جبت العصير تاعي من مجمدها وبدا يذوب،
هاوليكم هذا مركب تاع عصير البرتقال والجزر. نجيب الطاس تاعي ونفرغ فيه هذاك المركب. هنا وداب لي كامل كنت دايره في المدمس او داب. نضيف عليه الماء. هنا الماء على حسب القوام اللي تحبوه نتوما، تحبوه خفيف تحبوه دقيق. هنا الماء كل حاجه فيه. انا نخلط المركز تاعي تاع البرتقال والجزر مع هذاك الماء والسكر كذلك كما اللي تحكموا فيه. انا هنا السكر مانيش حنديرو في المركز تاعي راه فيه السكر ثم الماء برك. وكن نشوف القوام اللي يحبوه افراد العائله تاعي كما قلت لكم الماء والسكر كما اللي تحكموا فيهم. لو كنتو تحبوا العصير تاعكم بزاف حلو ثم ضيفوا السكر. انا بما انه راه مركز ما ضفتوش السكر الماء برك. انا هنا نضيف له قليل من الماء مره اخرى باش نحصل على القوام نحبوه افراد العائله تاعي ونديرو في الثلاجه حتى لوقت العشاء. ها لكم الكراتة تاعي صارت جاهزة غير نطفيت عليها دوك نقطعها ونوريكم شكلها النهائي. ها لكم كيفاش جات الكراتة تاعي، ذوق تاعها يجي رائع.